كابتن شريف، من الاخر الاستفاده من المشاركه في كاس العالم للانديه والدروس المستفاده من مباراتك اللي انت لعبتها، سواء في سلبيات او في ايجابيات زي ما قلت قبل الفصل. سيبك يا كابتن ايمن من ان انت ما خدتش الميداليه النهارده او ما فيش نتيجه، انت واخد 2 مليون دولار للاشتراك، خدت بالك في وصولك للمكسب الاول والثاني واللعب قدام ريال مدريد وفلامينجو. تاني حاجه او ثالث ورابع وخامس، انت كسبت الفرق اللي لعبتها في الاول كويس وطلعتهم وبقيت بتلعب انت مع ريال مدريد وفلامينجو كويس. ثالث حاجه لعبت قدام ريال مدريد مباراه كبيره جدا. رابع حاجه قدام فلامينجو انت الاكتر وانت الاقوى، سيبك من سيناريو قصه ان هي راحت. لو هنشتغل بقى بالنتائج كويس، الشكل اللي انا شفته للنادي الاهلي ده، انت بتكلمني على القادم، كانوا بيتكلموا على افريقيا وبيتكلموا على ماتشات الدوري الجايه، الفرقه دي اللي بتلعب النهارده بتاعت الاهلي دي وبتاعت ريال مدريد، تطمن عليها ولا ما تطمنش عليها في الدوري وفي افريقيا؟ بص يعني انا معاك، يعني ايه معايا؟ انا مش فاهم يعني الفرقه دي اللي مسكت فلامينجو دي النهارده ماشي. ما عملوش اي حاجه معاك وانت اللي غلبت نفسك، صح؟ والحكم غلبك وانت اللي ضيعت البينالتي وانت اللي ضيعت الكره الثانيه، انت ماشي. اللي بتوصل للجول وانت اللي عندك الفرديات دلوقتي وعندك شكل. انا كمشاهد بطمن على فرقتي، انا مطمن على الفرقه بصراحه، انما انا هحمل نفسي خساره ميداليا في بطوله العالم للانديه انا رحت اشتركت فيها واجت واثبتت وجودي من غير مقارنتي باي حد تاني، انا احسن من امريكا واحسن من نيوزيلندا وحاربت مع بطل العالم وفلامينجو اللي هي امريكا الجنوبيه الابطال اللي هم البرازيليين اسياد اللعبه، انت النهارده انت الاقدر فاحنا هنبقى لعيبه نتائج ولا ايه؟ احنا هنبقى جماهير نتائج؟ احنا هنبقى ايه بالظبط؟ انا بتكلم دلوقتي على الفتره اللي جايه، انا لو فرقتي دي بتلعب بنفس الشكل ده قدام اي حد انا احط رجل على رجل واطمن واخد كل البطولات اللي هي عندي في حتتي. انا لو فرقتي اضمنها تلعب كل ماتش كده اكسب 6 7 مع اي فرقه. بس لازم برضو نعالج الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، لازم نستفيد من الاخطاء اللي احنا عالج الضربات الجزاء اللي بتجي لك، عالج البينالتي، عالج عالج اي حاجه من الفار، عالج انت هتعالج ايه ولا ايه؟ انت النهارده تعترف ان انت كان عندك شكل قوي جدا في البطوله دي، انت كنت قبل ما نلعب البطوله كنت ضامن ان انت تطلع بالشكل ده في الظروف وانت طالع هناك وفي المغرب، وقلت كلنا كان قلبنا على ايدينا على قلبنا من اول ماتش، وقلنا لا ان شاء الله هنكسب يعني لغايه اما كسبت الماتش. امريكا دي بتجري جري غير عادي وسرعه وبتاع، لا دول هيكسبونا هيخرجونا، عديت على امريكا وكسبتها. رحت قدام ريال مدريد بالحاجات بقى اللي الكباتن قالوها دلوقتي، كلنا كباتن اتكلموا في حاجه دلوقتي، انت ما لعبتش بتامين دفاعي قدام ريال مدريد، خلاص يبقى انت بتلعب اداء مشرف، وده اللي حصل واتغلبت. من النهارده ما لعبتش بنفس الشكل بتاع نص ملعبك وكده اللي هو بعد ما كسبت كنت لازم تكون في الوضع ده. بلال قالك انا فريز، انا بجمد اللعب بعد ما كسبت، لازم تجمد اللعب فعلا، هو ده اللي عادل بيقوله واللي كان يتمناه علاء وبيقوله، واللي انت عشان تتصور السيناريو يعني المظلم اللي حصل لنا بعد الدقيقه 70 ده، دي حاجة قدرية مش أكتر، أنت أنت ساهمت فيها، ساهمت فيها ضربة جزاء رايحة، ساهمت فيها أنا أقول ما شفتوش الحقيقة بتاع محمد شريف، فرص مهدرة، أنت عارف أنا كنت أخطاء دفاعية، الكرة اللي ضيعها محمد شريف بتقولوا عليها أنا ما شفتهاش لحد دلوقتي، حاجة من الحاجات اللي إحنا عارفينها في الكرة، أنت بتضيع بتستقبل، بس إيه؟ بتستقبل كمان بكلام مرفوض. كرة عرضية أنت تطلع عشان تخبط في الباك وتقع منك وعشان يخش فيك جون تافه زي ده، ده ما عملوش معانا أي حاجة. ده ما جابوش فيك جون، ولو الجون اللي جابوه ده واتمنظروا فيه أوفسايد. صح ولا أنا غلط؟ هم دول اللي وصلوا بيهم. إيه اللي ضيعوه علينا وإيه اللي شاطوه فينا وإيه اللي جت في العارضة وإيه اللي جت؟ مفيش حاجة حصلت خالص غير إنك خسرت. خسرت بفعل فاعل. فرصة ده الانفراد بتاع بص انفراد منين بقى؟ ما شفتهاش كنت بصلي. اه ده الانفراد. خلاص مصر كلها كانت بتصلي. يا ريت يمشيها. اه دي كانت كورة من أحمد عبد القادر عملها كويس قوي. هو كده شاطها ولا لسه؟ لا لسه. لسه لسه. بص يا كابتن شريف لا أنا خدها وأعدي منه وأروح أجيبها جوه الفرادي يعني. أنا لازم أروح وأجي وأعدي. أنا أرقص من بعيد، أزوق الكورة من بعيد. كابتن ده لسه كمان بص. نكملها بعد إذنكم برضو بالبطيء كده. لقطات هو تشيب من فوق جول يا جماعه. طيب خلاص بقول لك ايه، بتلاعب فرقه زي دي وبتعمل عليها الشكل ده، جاي تكلمني على افريقيا
يا كلمني على الهلال وكلمني على سان داونز والحاجات دي. لا لا ما لازم اكلمك لان انا النادي الاهلي يا حبيبي. النادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي اللي انا شفته النهارده ده يطمني على المستقبل بتاعي بشكل غير عادي. أيه. النادي الاهلي اللي انا بشوفه ده أيه. اللي انا شفته بيلعب الفرق دي يطمنك هجوميا يا كابتن كل حاجه، لكن دفاعيا لا 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 بص في حاجات انت قلتها. بقول لك ايه في حاجات احنا بنتكلم فيها بعد ما بنتفرج وكلنا من حقنا ان احنا نحلل مزبوط. من حقنا ان احنا ندي روشتات صح. من حقنا ان احنا نوجه في حاجات الناس ايديها بقى لها قد ايه ده 10 دقايق اربع ماتشات في 10 ايام يعني لازم احنا برضو احنا فاهمين كويس، واحنا كنا لعيبه كوره وفاهمين. انا كلاعب كره ببقى النهارده كويس، بكره ببقى نص نص، بعد بكره بستغل زي بلال كده ببقى مش قادر اقف على رجلي بس اجيب لي جولين يخليني انا في حته تانية. فهمتني؟ يعني كل حاجه في الكره احنا فاهمينها كويس قوي، بنتمنى الاحسن للعيبه على طول، احنا في ظهر اللعيبه وبنشكرهم على الحقيقه على المجهود اللي بيسافروا فيه وبيرجعوا والضغوط اللي هي في الدوري والضغوط اللي هتقابلهم اللي جاي، ولكن انا سعيد باداء فرقتي. انا ما كنتش كده قبل كده بصراحه، في اخطاء فنيه، في اخطاء فنيه في العالم كله، جوارديولا بيخطا اهو، توتنهام عدوا عليه، انت فهمتني؟ انما انا النهارده لازم اشوف انا كمركزي بقى ومكاني انا اللي بتكلم منه، انا اشوف الايجابيات اللي انا فيها. زعلان ان انا خسرت البرونزيه ليه؟ ان انا كنت الاحسن واسهل مره كنت اخد فيها البرونزيه. ياما خدنا اللي خدناها بتاعت الهلال دي كنا رايحين ب 14 لعيب أيوة. وضغوط من المنتخبات وضغوط من وخدت البتاع، ما كانش حد هيقول لك اي حاجه لو كنت خسرتها، انما دي كنت لازم تاخدها، دي كان عندك فرصه كبيره قوي تلعب فاينل، كانت في ايدك، كانت في ايدك وربنا مش رايدها لك أيوة. ولكن ايه الضغوط اللي عليك والاعصاب، حتى علي معلول وهو داخل يشوط ضربه الجزاء ما عندكش حاجه بقى يا علي، يعني انت بتلعب المفروض مش مطلوب منك اي حاجه غير بوم في الهوا ده اللي معاك، ها برضو مش مقدر ليك انك انت، فربنا يرد لك تجيب جول. تجيب جول ليه؟ لانك ضغطت وهجمت وعايز وعندك رغبه، صح ولا غلط؟ أيوه. الاهلي لو لعب بعد كده بنفس الشكل ده على الفرق كلها يعدي عليهم مستريح، يعدي على اي حد. ايوه انا بفهمك ليه يعدي على اي حد، لان المستوى اللي احنا هنلعبه اللي جاي ده غير المستوى اللي احنا كنا فيه النهارده وامبارح واول امبارح من 10 ايام. ده النهارده انت بتطمن على فرقتك اطمئنان، بس مش يا ريت 70% من اللي لعبوه في البطوله دي يعدوا على اي حد في الدنيا. فعندنا اخطاء بقى في ايه لازم تتعالج. ثانيه واحده، لازم حد يتكلم مع المدير الفني في التغييرات انها تبقى بدري شويه، لازم يتكلم هل اللعيبه دي عنده هو الاقدر وهو اللي عارف اللعيبه دي فعلا تعبانه اللي قاعده على الخط وما ابتداش بيها وهو بيوفرها، او هو شايف كذا سيناريو عنده لان مساحه اللعيبه اللي عنده تديله اللي هو عايزه. هل اللعيب النهارده احسن عبد القادر؟ عبد القادر احسن دي رؤيه فنيه، دي رؤيه هو كمدير فني بيحدد مين اللي يبتدي النهارده الماتش. بس انت النهارده ادام لعبت مع اللي اضعف منك بثلاثه في نص الملعب بشكل دفاعي، النهارده انت لازم كنت تلعب مع الاقوى منك بنفس الشكل ده، ان انت فتحت الحكايه وبصيت الحكايه من فوق وقلت انا خسران مثلا ليه، والعب واري الكره اللي عندي، بس في حسابات، في ايقاع، في تيمبو في المباريات، لازم انا بقى مش حاطط كل حاجه على اللعيبه. ما هو اللعيب بيخطا، ما هو ديانج النهارده نزل خلص لك الماتش، اعمل لك واحده لورا كره خطيره، كره خطيره، ما هي الاجوان بتيجي منين؟ اقسم لك بالله الفرقه الثانيه ما كانتش موجوده، ما جاتش، مش كده علاء ولا ايه؟ انت مش قلت كده في الاوف تايم؟ الفرقه ما جاتش الثانيه دي، الفرقه دي خدت ماتش ما تاخدوش، عشان كده كانوا متعصبين ومتضايقين منك ان انت دايس عليهم ومعدي منهم ومخلص عليهم ومرقص فيهم وعامل كل حاجه. انا قاعد بسمع وساكت، انما ده كان وضعي العادي ان انا اخد ميداليا او ما اخدش ميداليا، احنا اللي مكبرين نفسنا واحنا الكبار فعلا، احنا بيطلب مننا احنا لازم ناخد الميداليا. لما بتلعب مع فلامينجو البرازيل بطل امريكا الجنوبيه، لو ما خدتش ما حدش هيقول لك حاجه، انما لما تعمل فيهم كده النهارده هو ده بس اللي مزعلك، وهو ده اللي خلاك كنت عايز النهارده يبقى لك بتستلم الميداليه النهارده وبتعمل انجاز الثالث على التوالي، هو ده الخساره اللي انت خسرتها النهارده، انما ما خسرتش حاجه جايه، انت مش خسران حاجه جايه خالص، انت مش خسران بطوله جايه، انت مش خسران، ده انت كل البطولات في انتظارك.
ان شاء الله الدنيا يعني باذن الله كلها بالاداء ده. يمكن ربنا بياخد منك دي عشان يخليك تهتم بقى باللي جاي، تهتم بال انا بتسميه بالنسبه للجماهير الاقوى اللي هو الدوري العام، البطوله الافريقيه اللي انت بتحتفظ بيها دايما، وكل الظروف دايما. انت ياما لعبت بطولات افريقيا وعلى طول بتطلع التاني على اخر ماتش ولا غلط ونروح ناخد البطوله. احنا بنعرف نلم نفسنا، بنعرف احنا رايحين فين وجايين منين، عندنا اجهزه فنيه، عندنا اداره، عندنا كل حاجه بتعرف توصل للعيبه كل حاجه وتلم اللعيبه. انت على طول عندك ضغوطات في مواعيد، انت شفت اللي جاي عامل ازاي؟ لسه هتكلم مع كابتن علي. كل ثلاث ايام ماتش 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 ماتش. انت لازم تبقى باكنج لنا. مفيش فرقه في مصر بتلعب النادي الاهلي ده بيلعبه. بيرستاو دي كمان في اول هاف تايم تخلص الدنيا، فاكرها؟ لا ده دي الكره اللي هي جت بتاعه علي معلول اللي عملها له بالعرض. علي معلول دي في اول تايم. دي من احلى الاجوان لو كانت دخلت في الحياه، اللي هي عايزه توجيه بس، مش بالقوه نفس القوه اللي عملها قفشه في مباراه ريال مدريد. قفشه ريال مدريد دي كمان كانت هتبقى قفشه عالميه. ده دي بعد جول احمد عبد القادر مباشره، صح؟ دي يعني هنكسب 2-1. لا ده كان هيبقى الهدف الثالث. ده الثالث. ده كان هيبقى الهدف الثالث. لا دي بعد جول. ايوه دي بعد احمد عبد القادر. الجول ده دي في الدقيقه 63. ايوه ده الثالث. ده الثالث يا علاء. طب بص يا علاء، ما دي اللي اتكلمت عليها انا. بقول انت بتلعب فلامينجو وبتلعبهم بالشكل ده وبتعمل فيهم اللي انت شايفه ده كوتش. 2 4 6 6 من فلامينجو، 7 على الخط مظبوط، وانت 1 2 3 4 وعندك واحد على الطرف يعمل يتعامل مع علي معلول. اذا انت الاهلي ماشي، بس انت في المباريات اللي زي دي، المباريات الكبيره، لو ما استفدتش من الفرص اللي بتجيلك هتخسر في النهايه. احنا متفقين انا وانت والكباتن النهارده هارد لك، يعني النهارده انت مش يومك خلاص. حصل سيناريو بعد في الدقيقه 70 غير مقدر ليه انه يكون موجود خالص. انت عايز تقول في اخطاء فنيه، في اخطاء فنيه عايز تعمل، انما حالتك انت، حالتك انت كفريق ما شاء الله واقف على رجلك، بتلعب اعتى الفرق في العالم. لو جبت لي اي فرقه النهارده الهلال السعودي ان شاء الله بالتوفيق، يعني هيلعبوا دلوقتي، لعبوا مع بنفس السيناريو العكسي. أيوة. مع فلامينجو. أيوة. طرد، 2 بينالتي. يعني كل حاجه اليوم يومهم. أيوة. فهمتني؟ أيوة. ولو في وقت تاني كانت فلامينجو ممكن تتعادل 3-2 على اخر، لو في وقت كمان ممكن كانت فلامينجو دي وهي ناقصه كانت تخش في الجيم. محدش يتكلم، وكلنا قلنا السعوديه لعبت كويس، السعوديه دخلت جابت اهداف. ليه؟ لان النتيجه كانت في صالحها. والسعوديه وصلت ازاي؟ بهدف في اخر التعادل مع الوداد في اخر ثانيه، الماتش خلص. ايوه محدش يتكلم، انت فهمتني؟ هي دي الكوره، تبقى في بقك وتوصل لغيرك يعني. فاللي حصل ده هو ده نفس المثل يعني. انما انا كشريف عبد المنعم مطمن جدا على فرقتي، كمشاهد بقى، كمحلل، كاي واحد لعب كوره كده، والكباتن عارفين كل الكلام ده. بس احنا زعلانين، زعلانين عشان حاجه احنا وصلنا لها خلاص. واحنا كنا مصدقين ان احنا هنلعب في المنجو بالشكل ده، ولا هنعمل كده على فلامينجو النهارده، ولا هيبقى شكلنا في الملعب كده؟ ما حدش كان اللي بيقول لك هنتغلب 3، واللي بيقول لك هنتغلب 4، واللي وانا وانت قلت لك هنكسب 3-1. 3-1 ما جاتش. جات لنا يا ايمن 3-1 والله، جت 3-1 وتخلص. وبلال وعلي قال لك اعمل ايقاع بقى، اقع، امسك الكوره، باصي، موت الكوره، مش دوك 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 ده مع عادل بيقول لك دد 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 دد. وانت هو انت بلاستيك؟ مع عضلاتك هتشد وحياتك هتتعب، والكونتر اتاك عليك هو هيبقى هانجري فيك بقى، جعان، عايز يوصل باي شكل، شكله مش كويس. ولكن الحظ اداله من بعيد قوي. دي فرقه انا اعتقد ان هم البرازيليين كلهم مش مبسوطين على الاداء اللي حصل فيهم النهارده ده.